في لمحه حبيناها احنا جدا جدا من حضرتك كوتش موسيماني، اللي في ماتش مع الاهلي، وكنتش لسه حضرتك اعتقد جيت، واعجبت قوي بجمهور الاهلي في الاستاد، وبالذات في درجه ثالثه شمال حسب ما انا فاكره يعني، ورحت قعدت تصور الجمهور ده. اللقطه دي احنا بالنسبه لنا كانت غاليه يعني. هل كنت في يوم تتخيل انه انت هتدرب الفريق بتاع هذا الجمهور؟ To be honest, في الحقيقه عشان اكون صريح not as soon as it happened. في وقت التصوير ما كنتش متوقع انها هتحصل بالسرعه دي. بس كنت عارف ان هيجي وقت مناسب ان انا اكون في المنطقه، لاني لعبت ضد فرق مصريه، لعبت ضد فرق مغربيه، لعبت ضد فرق تونسيه، وكمان فرق جزائريه. وانا بتكلم على اكبر الفرق في كل نادي في كل بلد. فكنت عارف انه في يوم من الايام هينتهي بيا المسار هنا. طبعا الشكر للكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره اللي معاه، لانه كابتن محمود الخطيب هو انسان ليه نظره مستقبليه، واقتناعه بانه وجود مدرب افريقي ممكن يجي ويساعد الاهلي انه يكسب في كاس في دوري الابطال بعد ما كانوا ما كسبوش من 7 سنين. ازاي حصلت المفاوضات؟ يعني حضرتك كنت اسطوره في ساوث افريكا وما يخص سان داونز، وما اعتقدش ان كان في خيالهم ان حد ممكن ياخدك منهم. بالعكس حضرتك كنت مجدد العقد معاهم كمان. وحصل اتفاق عام على المبدا انه ممكن قوي تنتقل لمصر. ازاي بقى حصلت كل المفاوضات دي؟ A difficult decision, of course. بالطبع كان قرار صعب، لاني قضيت 8 سنين مع ميلودي سان داونز، ويمكن كسبنا في الوقت دوت 11 بطوله كاس. والسنه دي قبل ما اجي كسبنا 3 بطولات. بس عشان بالفعل كنت كسبت دوري الابطال مع ميلودي سان داونز، كنت كسبت كاس افريقيا كاس سوبر مع ميلودي سان داونز برضو، تقريبا كسبت كل البطولات مع ميلودي سان داونز. فيمكن ده كان الوقت المناسب عشان اتحرك اتطور واجي لنادي كبير زي الاهلي. فهو ما كانش قرار صعب ان انا اخده علشان اجي، بس كان قرار عاطفي صعب اني امشي واسيب ميلودي سان داونز.
اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات، ما تخليش حاجة تفوتك.